إذا أردت أن تتعلم صناعة الصابون بطريقة علمية ومبسطة تابعني على هذا الفيديو. هذا الفيديو سوف أشرح لكم كيفية صناعة الصابون البارد والساخن. صناعة الصابون على البارد والساخن وما هي الأدوات اللازمة لصناعة الصابون وما هي الملاحظات الدقيقة وأسرار صناعة الصابون حتى لا تفشل معكم الصناعة وتنجحوا بعون الله تعالى وتصنعوا صابون ناجح. تابعوا الفيديو إلى الآخر ولا تتركوا أي دقيقة من الفيديو لأن أي دقيقة قد يكون فيها سر من أسرار نجاح صناعة الصابون. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في صناعة الصابون. الآن سوف نتعلم صناعة الصابون بأسهل الطرق ولن نستخدم الأساليب الصعبة وندخل في متاهات. الآن الصابون مكون من ثلاث مواد أساسية، ما هي؟ أولا، ثانيا، ثالثا. أولا الزيت أو الدهون، وتشمل الشحوم الحيوانية، مثلا زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس أو زيت الخروع، زيت جوز الهند، الدهن الحيواني مثلا زيت النخيل وأي من الزيوت النباتية. إذن الزيت أو الدهن، المادة الدهنية يعني. الآن الثاني هو الماء. الماء لكل كيلو زيت نضع نصف كيلو غرام ماء. الآن الثالث الصودا الكاوي، الصودا الكاوي ما اسمها؟ قطرونة. وأيضا كوستيك، وأيضا هيدروكسيد الصوديوم، تسمى هي أسماؤها 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 هذه الأسماء. قطرونة، كوستيك، هيدروكسيد الصوديوم أسماء للصودا الكاوي. وأيضا هناك مادة أخرى نضعها غير الصودا الكاوي، الصودا الكاوي تنتج لنا صابون صلب. صابون صلب. هناك مادة أخرى نحن لا نستخدمها عندنا يعني في بلادنا، ولكن المغرب وهناك شعوب أخرى تستخدمها بكثرة، وهي هيدروكسيد هيدروكسيد البوتاسيوم، يعطيك صابون رخو وليس صلب. إذا الصابون يصنع من الزيت والماء والصودا الكاوي، يصنع من الزيت الماء الصودا الكاوي. كم نضع صودا كاوي لكل كيلو من الدهون؟ تمام. الآن هذه الصفحة سجلوها عندكم، الزيت الماء الصودا الكاوي، الزيت الماء الصودا الكاوي، يصنع الصابون من الزيت والماء والصودا الكاوي فقط. هذه هي التركيبة الأساسية لكل أنواع الصابون. الآن
لكل لصناعة 1 كيلو غرام زيت نضع 0.5 كيلو ماء و 150 غرام صودا كاوي. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه الكمية هل هي ثابتة؟ لا، يوجد عندنا عدة أنواع من الزيوت، لكل زيت من الزيوت نضع له عيار مختلف من الصودا الكاوي، ولكن حسب التجارب وإذا جعلنا الزيوت مخلطة مثلا زيت زيتون زيت خروع زيت جوسند، فهذا الرقم 150 غرام هو متوسط للصودا الكاوي. مثلا قد يقول لك قائل أننا نحتاج إلى فقط 120 غرام صودا كاوي، ولكن على التنفيذ العملي لن ينجح معك الصابون، لأن الصودا مختلفة والزيوت مختلفة. فأنا حسب تجاربي يعني صنعت أكثر من مئات الطبخات الصابون، فوجدت أن هذا العيار هو متوسط جيد لصناعة الصابون. إذا وجدت الصودا الكاوية ضعيفة، إذا كانت الصودا الكاوي ضعيفة، نزود الكمية، ممكن أن نضع بدال 150 نضع 155. هذا لمن يعمل طبخات كثيرة. إذا كانت الصودا الكاوي ممتازة جديدة جيدة نضع 145. إذا كانت ضعيفة نزود 5 غرامات، إذا كانت قوية ننقص 5 غرامات. تمام؟ الصودا الكاوي لها عدة مصادر، الصودا الكاوي لها عدة مصادر. الآن الصودا الكاوي قد تكون سعودية، قد تكون صينية، قد تكون كويتية، قد تكون مثلا إماراتية، قد تكون إيرانية. أنا الأنواع التي جربتها في سوريا السعودية، الصودا الكاوي السعودية والصينية والإيرانية والكويتية، فوجدت أن الصودا الكاوي الكويتية تأثيرها قوي جدا، قوي جدا جدا، يعني إذا وضعت الكمية المطلوبة أجد أنني حصلت على صابون صلب بحاجة إلى التنقيص. ولكن العيار 150 غرام هو عيار متوسط لكل 150 غرام لكل كيلو زيت، هذا عيار متوسط، هذا عيار الصودا المتوسط. والماء نصف كيلو، الماء نصف كيلو. تمام، الماء نصف كيلو لكل كيلو زيت. الآن عندنا شيء آخر في الصابون، هو اسمه المواد المحسنة والمواد المالئة. المواد المحسنة هي السكر والملح، لكل مثلا اول العيارات ماء نصف، هي عيارات كيلو زيت لكيلو زيت. طبعا كيلو الزيت ينتج اكثر من كيلو ونصف صابون، تتبخر الماء بعد فترة فيبقى 100 كيلو و250 غرام مثلا. ماء نصف كيلو، صودا كاوي 150 غرام، 1 2 3. الآن المحسنات نضع 5 غرام
ملح. طبعا ممكن الخمسة أن تكون ستة أو سبعة يعني، ولكن نحن نضع متوسط 5 جرام ملح لكل كيلو زيت. لكل كيلو زيت 5 جرام ملح، 5 جرام سكر لكل كيلو زيت. طيب ما هو عمل الملح؟ الملح يعمل على عدم تصبن الصابون فورا، يعني انا عم ساوي صابون ما بيصبن فورا، ما بيتصبن فورا ويصبح قاسي اول شيء. ثاني شيء الملح يعطي لذرات الصابون تباعد، يعني يعطي الصابونة حجم، بدل ان تكون الصابونة بهذا الحجم الملح يعطيها حجم اكبر، وبالتالي هو يوسع ذرات الصابون. الملح، الملح يوسع ذرات الصابون. طبعا الصابون اذا اكثرنا له ملح سوف تنفصل عنه مادة الجليسيرين، لان مادة الجليسيرين تخرج من الصابون. مادة الجليسيرين تخرج من الصابون اذا اضفنا، اذا اكثرنا من الملح. فلذلك لا نضع اكثر من 5 جرام. اذا طبخنا الصابون على الساخن ووضعنا له كمية ملح كبيرة يفرز مادة الجليسيرين من داخله. طبعا اخراج مادة الجليسيرين من داخل الصابون هي جودة وافضل، ولكن نحن في بلداننا يعني يسمى هذا صابون شعبي، لا نفصل عنه الجليسيرين. اما الصابون الراقي الممتاز العالمي ذو الجودة العالية والمواصفات العالمية يخرج منه مادة الجليسيرين فيعطيك صابون خام. مسألة فصل الجليسيرين من الصابون هي صناعة بحد ذاتها. مسألة إخراج الجليسيرين من وسط الصابون عن طريق غليه بالملح فهذه عملية صناعية بحد ذاتها. الآن أنا لست بصددها، أنا لست بصدد أن أشرح الجليسيرين. طبعا هذا يختلف عن كلمة صابون الجليسيرين، لا، هذا إخراج الجليسيرين من الصابون، لأن الجليسيرين أحد مصادره الصابون. نعم. فنحن هلأ المحسنات 5 جرام ملح و5 جرام سكر. ما هو دور السكر؟ السكر يعطي رغوة. السكر 5 جرام هي لزيادة الرغوة ويعطي لمعان، يعطي منظر جميل للصابون ولمعة. هذا الصابون العادي. الآن أنا لن نتكلم عن صابون الجليسيرين. صناعة صابون الجليسيرين شفاف لها حلقة غير هذه الحلقة. هذه المواد الخام، صناعة صابون خام. الآن نستطيع إضافة العطر وإضافة الصبغة. إضافة العطر والصبغة. الصبغة يجب أن تكون الصبغة صبغة زيت. صبغة زيت. لأن عندنا هناك صبغة ماء لا تصبغ الصابون. صبغة الماء لا، صبغة الماء، صبغة الماء لا تصلح. صبغة الزيت تصلح. فعندما نشتري الصبغة نطلب منه صبغة زيت، صبغة زيت وليس صبغة ماء. تمام. وعندنا أيضا العطر. العطر، العطر هو عطر صناعي. عطر، وليس العطر الطبيعي الذي نتعطر به العطر الزيتي. عطر صناعي، عطر مصنع لمادة الصابون، مصنع. وهناك عطر مصنع للصابون على الساخن لا يتأثر بالغلي، لا يتأثر بالغلي. العطر الذي نضعه، العطر العادي الزيتي لا ينجح في الصابون. الصودا الكاوي تخفيه، الصودا الكاوي تخفيه. ايضا لا نضع العطر، احنا عندنا الان طريقه لا نضع العطر اول الصناعه، الان عندنا طريقه صناعه الصابون. الان حكينا في العيارات، الان كيف نصنع الصابون؟ نضع في وعاء، طبعا انا عندي فيديوهات، الذي يريد ان يتابع الفيديوهات ساضع لكم كل فيديوهات الصابون في الوصف وفي التعليقات. نعم. وعاء
بلاستيكي. وعاء بلاستيكي. تمام؟ الآن التحريك بعصا خشبية. التحريك بعصا خشبية. تفضل. لا نستخدم الألمنيوم. الآن فرضا لنفترض أننا نريد أن نصنع 5 كيلو زيت. 5 كيلو زيت يفضل أن تكون الزيوت مشكلة. لا نضع زيت من نوع واحد، نضع زيت زيتون، زيت جزر الهند، زيت الخروع، زيت النخيل. لماذا؟ لأنه لكل زيت خاصية تختلف عن زيت الزيت الآخر. يعني زيت النخيل صلابة، زيت الزيتون جودة ولكن رغوته ضعيفة، زيت مثلا عباد الشمس، دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الخروع، زيت كل زيت له خاصية. نريد أن نكسب من كل الخواص فنشكل 5 كيلو زيت فرضا مشكل. حتى لو كان الزيت مستخدم، أنت عندك زيت في البيت قليت به، استخدمته في القلي، ممكنك أن تستخدمه للمنزل. 5 كيلو زيت مشكل. الآن هذه 5 كيلو زيت تحتاج 2.5 كيلوغرام ماء، تحتاج أيضا 750 جرام صودا كاوي. صودا كاوي التي هي هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم. نعم. الآن نضع أولا الماء. أولا ماذا نضع هنا؟ أولا نضع أولا الماء وليس الصودا. ثانيا نضع الصودا الكاوي. نضع الصودا الكاوي ثانيا. نضع الصودا الكاوي ثانيا. راح اكتبه كاني خط اوضح. نضع الصودا الكاوي. نضع اولا الماء، ثانيا الصودا الكاوي وليس العكس. لأننا إذا وضعنا الصودا الكاوي وسكبنا عليها الماء سيحدث تفاعل قد تؤذي عيوننا أو جلدنا. أما عندما نسكب الماء ثم نضع الصودا الكاوي لن يحدث بإذن الله هذا التفاعل. نستخدم أداة خشبية طويلة، لا نقترب، لا ندع الصودا الكاوي قريبة من وجهنا. نلبس، يفضل لبس قفازات ووضع نظارات أفضل للحرص على سلامة العيون والأيدي. الماء إذن، الصودا الكاوي، نسكب الزيت ثالثا. الآن هذه عندما نضع الصودا الكاوي على الماء تترك لليوم الثاني. إذا لم نترك الصودا الكاوي في الماء لليوم الثاني واستعملناها فورا سيحدث الصابون خشن، سيكون ملبس الصابون خشن. إذا تركنا الصودا الكاوي في الماء إلى اليوم الثاني، هاي تجربة شخصية جربت بأكثر من مئات المرات، إذا تركنا الصودا الكاوي في الماء سنحصل على صابون ناعم كالحرير بإذن الله. تترك لليوم الثاني، وفي اليوم الثاني نسكب الزيت ونحرك لمدة 20 دقيقة. مع إضافة الزيت نضيف الملح والسكر والنشا. إذا نسكب الزيت ونحرك لمدة 20 دقيقة. نضع الملح والسكر والنشا، تمام، مع وضع الزيت. يعني مع وضع الزيت نضع الملح والسكر والنشا والتحريك لمدة أقل شيء 20 دقيقة. الآن نكون قد جهزنا القوالب.
نكون قد جهزنا القوالب. واقف يا مصلي. الآن عندنا القوالب. بعد التحريك لمدة 20 دقيقة نسكب الصابون في القوالب. ملاحظة، الصابون في المعامل الكبيرة يتم سكب الصابون على أرضية المعمل باعتبار أن الكمية بالأطنان. في المنزل يمكنك إذا كنت تعمل الصابون لمرة واحدة أن تستخدم كرتونة تضع فيها كيس نايلون مشمع سفرة وتسكب عليه. ولكن إذا أردت أن تفصل قوالب عملية لسكب الصابون فعليك أن تكون هذه القوالب فقط عبارة عن برواز خشبي تضعه على الأرض وتضع عليه مشمع سفرة فقاعدته هي الأرض وتسكب عليه. هذا أسهل من القالب الخشبي الذي له سفر. هذا أسهل لكي لا يتمسك به الصابون. تمام، نجهز القوالب ونسكب فيها الصابون. تمام، سكبنا الصابون في القوالب، نتركه في القالب إلى اليوم التالي. في اليوم التالي إن شاء الله عز وجل سيكون الصابون قد تصبن وقسى. نقوم بأخذ هذا الصابون وتقطيعه إلى قطع. الآن قطعنا الصابون إلى قطع. الآن هذا الصابون صار عندنا قطع. طبعا من أحب أن يرى تقطيع الصابون عندي فعندي عشرات الفيديوهات لتقطيع الصابون على الصفحة. الآن الصابون صار قطع. لم ننتهي بعد. عندما يصبح الصابون قطع ماذا نفعل به؟ هل نجعله في كرتونة ونتركه مع في الظل؟ أين نضعه؟ هل نضعه في الشمس؟ الصابون لا يوضع في الشمس. الصابون لا يوضع في الشمس. هذه الملاحظات التي أخبركم بها الآن هي ملاحظات مهمة، لأن بعض الناس صنعوا الصابون ووضعوه في عبوة في صندوق مغلق، ثم هذا الصابون يعني تغير شكله وفسد منظره وأصبح سيئا. فلذلك الصابون لا يوضع في الشمس ولا يوضع في عبوة مغلقة. الصابون هذا يترك على رف، يصف بهذا الشكل بشكل أبراج، تمام، ويترك لكي يكمل عملية جفافه، يعني هكذا يصبح. نجعل الصابون على شكل أبراج، تمام، نجعل الصابون على شكل أبراج ونتركه لكي يكمل جفافه. طيب، إذا الصابون جف بعد أسبوعين هل يمكننا استعماله؟ نعم، ولكن هل تنصحنا باستعماله؟ لا. انظروا، هل يمكننا استعماله؟ نعم. هل تنصحنا باستعماله؟ لا. نتركه يجف شهر، شهران، 3 أشهر إلى 6 أشهر. الصابون يحتاج 6 أشهر. لماذا؟ للجفاف؟ لا، ليس للجفاف، ولكن لاكتمال عملية التصبن. طيب، لماذا؟ لأنه مصنوع على البارد، لأنه مصنوع على البارد. لأنه مصنوع على البارد. ما هو البارد؟ البارد أننا لم نستخدم نار ولم نضع هذا الصابون على النار في قدر. هذا الصابون مصنع بدون نار. طيب،
ما هو الأسرع؟ الأسرع في التصبن هو الساخن. طيب ما هو الأجود؟ الأجود هو البارد، لأن الصابون البارد يصنع من الزيوت الراقية، من الزيوت الممتازة، من زيت الزيتون، من زيت جوز الهند. طيب والصابون الساخن، الصابون الساخن يصنع من أي زيوت، من أي دهون، من أي شحوم، يوضع كله في هذه الحلة ويغلى لمدة ساعة وساعتين وثلاثة مع التحريك، وهنا يحصلون على صابون متصبن بمدة أسرع. فالصابون الساخن بعد الغلي والسكب لمدة أسبوع يمكن استخدامه، أما الصابون البارد يترك، اتركه شهراً، اتركه شهران، اتركه 3 أشهر، يفضل تركه. وكلما زادت مدة تركه كلما كان إنتاجه في الرغوة وفي التنظيف وكل الأمور، وكانت الصودا الكاوي فيه مختفية الآثار تماما. فلذلك يفضل ترك الصابون لمدة زمنية أطول. الآن وضعنا الصابون في كرتونة بهذا الشكل، بعد شهر، بعد شهر وضعناه في كرتونة. هذه الكرتونة ماذا تفيد؟ أنت الآن مصنع، صنعت صابون ووضعت له زيت غار، تريد أن تفوح رائحة زيت الغار، اجعل الصابون في كرتونة. طيب هل أحكم إغلاقها؟ لا، نجعل فيها فتحات. لماذا هذه الفتحات؟ للتهوية. الصابون يحتاج إلى تهوية، وأيضا وضعه في كرتونة العطر يقوى والصابون يجف ببطء لأنه يحب الجفاف والهواء. ضع الكرتونة في مكان في المنزل ليس فيه شمس ومهوى لكي يجف على مهله ويكتمل تصبنه وتحصل على صابون ممتاز. هذه النصائح التي أوجهتها لكم الآن في هذا الفيديو. جاءتني أسئلة من معظم المتابعين، طبعا أنتم تعرفون عندي فيديوهات وعليها متابعين ومشاهدات والناس تسأل. أحد يقول لي الصابون لأين أضعه؟ وضعته في الشمس، هذا خطأ. منهم من يقول وضعت الصابون في كرتونة مغلقة، هذا خطأ. منهم من يقول متى أستعمل الصابون؟ فلذلك هذه الملاحظات كلها أسئلة توجهت لي وأنا جاوبتكم عليها، فهي ضرورية. فالصابون يحفظ في كرتونة مفتوحة فتحات ويترك ليجف. وإذا لم تكن محتاج استخدامه، عندك وجبة أقدم استخدم الأقدم، أجل. دائما الصابون يحب الجفاف. الآن سأتكلم على الصابون على الساخن. الطريقة الساخنة، عيارات الطريقة الساخنة. هل عيارات الطريقة الساخنة هي نفس عيارات الطريقة الباردة؟ لا. كل يوم يأتيني على الخاص أسئلة، أستاذ أبو ظاهر ما هي عيارات الطريقة الساخنة؟ عيارات الطريقة الساخنة لكل كيلو زيت نضع كيلو ماء. لماذا؟ لأنه عندنا غلي، هنا عندنا غلي، هذه الطريقة الساخنة. أما تلك الطريقة التي قبلها هي الباردة، وهذه الطريقة الساخنة. الطريقة الباردة نضع لكل كيلو زيت نصف كيلو ماء، ولكن في الطريقة الساخنة نضع لكل كيلو زيت نصف، نضع لكل كيلو زيت كيلو ماء. إذن كيلو ماء للساخن ونصف كيلو ماء للبارد. الآن الصودا الكاوي نضع 180 جرام صودا كاوي للطريقة الساخنة، وممكن أن نضع 175 أو 190 حسب جودة الصودا. إذا كانت الصودا جيدة لا تزود على 180 جرام. إذا كانت الصودا الكاوي عندك في المحل قديمة لها سنة سنتان ممكن أن تضع 190 جرام
زود. إذا كانت الصودا الكاوي من منشأ ممتاز، مصنوعة من منشأ ممتاز، فلا تزود 180 جرام. الآن زيت ماء صودا كاوي، 1 2 3. طيب الآن ماذا سنضع؟ الآن نحتاج إلى قدر مصنوع من الستانلس، قدر مصنوع من الستانلس لنضعه على النار. أين سنضعه؟ أين سنضعه؟ على النار. طيب هل أستطيع استخدام الألمنيوم؟ لا. طيب إذا كنت ستصنع صابون لمرة واحدة وليس عندك، يعني لا تريد أن تصنع وجبات، فتستطيع أن تستغني عن القدر بتنكة. ممكن أن تصنع فيها الصابون لمرة واحدة وليس عشرات المرات لأنها رقيقة. ممكن أن تصنع فيها الصابون تنكة فارغة لمرة واحدة. أما القدر الستانلس ستيل عشرات المرات. إذا نحتاج إلى قدر ستانلس ستيل، نحتاج إلى موقد، ونحتاج إلى حديدة نضعها على الموقد لكي لا يحترق الصابون، ونطبخ على نار هادئة، نار هادئة لمدة ساعة بعد الغلي. إذا نضع الصابون، نضع الماء، نضع الصودا الكاوي، تترك الصودا الكاوي لليوم التالي. في اليوم التالي نأتي بالزيوت والدهون والشحوم، نضعها في القدر ونضعها على النار. قبل أن ترتفع درجة حرارة الزيوت نسكب الصودا الكاوي ونحرك، والآن ترتفع الصودا الكاوي والزيوت سوياً. انتبهوا إلى هذه الملاحظات، لأن هذه الملاحظات دقيقة. في فيديو الصابون أريد أن أنبه إلى أمر ضروري، في فيديو الصابون لا تترك لحظة تفوت عليك. إذا كنت تريد أن تصنع صابون بدون أي خطأ وثم تتصل علي على الخاص وتقول لي يا أبو ظاهر أنا حدث معي كذا، سأقول لك هل استمعت إلى الفيديو كاملا؟ هناك ثغرات أنت وقعت فيها لأنك لم تنتبه إلى بعض التفاصيل. نرفع حرارة الزيت وحرارة الصودا سويا، وفي اليوم التالي نستخدم الصودا، لا نستخدمها من أول يوم. تمام. غلي لمدة ساعة على نار هادئة كالشمعة، غلي على نار هادئة كالشمعة بعد الغلي ساعة كاملة. الآن تحدث عندنا عملية، ما هي العملية التصبونية التي ستحدث؟ الآن هناك أمر سيحدث، نحن هذه القدر وهذه النار. الآن بعد ساعة من الغلي والتحريك، وإذا استطعت أن تحرك ساعة ونصف لا بأس، ولكن ساعة ممتاز. الآن أطفأنا النار، هل نقوم بسكب الصابون؟ إذا افترضنا أن هذا الأخضر هو الصابون، هل نقوم بسكب الصابون في القوارب فوراً؟ لا نسكب الصابون في القالب فوراً. طيب ماذا تنتظر؟ انتظر لمدة نصف ساعة، 30 دقيقة. لماذا انتظر لمدة نصف ساعة؟ لأن هذا الصابون سيحدث فيه عملية الفصل، الماء تبقى في الأسفل، الماء سوف ينزل إلى الأسفل بعد نصف ساعة، الماء سوف ينزل إلى الأسفل، الماء تمام؟ هذا الماء بالأزرق، هذا الماء، وسيصعد الصابون إلى الأعلى. ماذا تسمى هذه العملية؟ تسمى عملية الفصل. أين تحدث هذه العملية؟ تحدث في الساخن. لذلك الذي يطبخ في حلة كبيرة بعد الطبخ يترك الصابون ثم يأتي
عبوات كبيرة ويغرف الصابون من الأعلى والأسفل ماء. هناك بعض المصنعين وضعوا حنفية هنا صنبور. وضعوا هنا في الأسفل صنبور. فبعد الانتهاء من الغلي وبعد تركه نصف ساعة بدون غلي لينفصل الماء عن الصابون، يفرغون الماء من الأسفل فيبقى كل ما في الحلة صابون. تمام؟ فعليك أن تعرف أن الطبخ على الساخن يحدث فيه الفصل. ماذا يحدث فيه؟ الفصل. فلا تأخذ الصابون هكذا على الساخن وتسكبه في القوالب مثل البارد، لا. الساخن يحتاج إلى تروي. طبخت الصابون، انتظر نصف ساعة سوف ينفصل طبقة في الأعلى وطبقة في الأسفل. الآن إذا لم يكن للعبوة التي لديك حنفية من الأسفل فماذا تفعل؟ تأتي الآن بكبجة، بطاسة، بإبريق، تغرف من الأعلى وتسكب في القوالب. الآن عندما نسكب الصابون على الساخن يختلف سكبه على البارد. أيضا سأعطيكم ملاحظة. الآن عندما نضع المشمع، هذا مشمع نريد أن نضعه في هذا القالب. الآن هذا الصابون على الساخن، هذا مشمع سفرة وضعناه على القالب، مشمع سفرة. ماذا نفعل؟ نأتي بسكين أو شفرة نجرحه جرح، جرحين، ثلاثة، أربعة، خمسة، جروح بسيطة. لماذا؟ إذا كان عندنا في هذا الصابون ماء زائد لم يخرج، يخرج من القالب فعن طريق هذه الشقوق. الصابون الساخن يقطع ويترك لمدة أسبوع، شهر، ثم يبدأ باستعماله الشخص. وأيضا هو هذا جاهز واكتمل تصبنه، ونفضل تركه. اترك الصابون ليجف. الصابون دائما دائما في نظرية الصابون، خذ الصابون الأقدم فالأقدم. يعني أنا الآن صنعت صابون، طبعا أكيد يعني إذا أنا بدأت بالصناعة عندي أقدم، فأنا أخذ من الوجبة الأقدم ولا أخذ من الأجدد. لماذا؟ لكي هذه الصابونة تجف وتكتمل وتعطيني رغوة أفضل وتعطيني فعالية أكثر. كان معكم محمد سعد الدين قاسم في تعليم صناعة الصابون. أهلا وسهلا بكم. أريد منكم شيئا، تابعوني على اليوتيوب، عندي حلقات كثيرة، عندي فيديوهات للشرح، عندي فيديوهات لتقطيع الصابون، عندي صناعة صابون الجلسرين، صناعة اللودرين، صناعة الشامبو. تابعوني. أريد أن أنوه إلى الأخوة في البلاد، في البلاد الأوروبية والمتكلمين باللغة الإنجليزية، أنا سوف أترجم هذه الكورسات إلى اللغة الإنجليزية جميعها. الآن هذا الكورس سوف يكون مترجم بعون الله تعالى، ولكن سوف أترجم جميع فيديوهاتي السابقة لكي أوصل هذه الخبرة وهذه الخبرات إلى من يريد صناعة الصابون في كل أنحاء العالم. وشكرا لكم، أهلا وسهلا بكم.